تمكن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية تختص في التجار غير الشرعي بالمخدرات، تنشط عبر عدة ولايات من غرب وسط وشرق البلاد. التحقيق مكن من التعرف على 3 عناصر شبكة مكونة من 7 عناصر، تم توقيف شخصين منهم وحجز كمية من المخدرات تقدر ب 7.8 كيلوغرام مع حجز مركبتين.